بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا بقى نبدأ كده أول سيشن في الميكروويف. مبدئيا الجزئية بتاعت المايكرو ستريب والستريب لاين خلونا ما نتكلمش عنها دلوقتي، يعني لو اتكلمنا عنها يعني ان شاء الله ممكن نتكلم عنها بعدين، لان هي عباره عن شويه قوانين وتعويضات وحاجات مش محتاجه حاجه، يعني حتى القوانين مش بتتحفظ ان احنا بندخل بالفورمال شيت. فكده كده الجزئيه دي سهله نوعا ما، واكيد يعني اغلبكم حل الشيت بتاعها. في حد ما حلش الشيت بتاع الستريب لاين او عنده فيه مشاكل؟ طيب تمام زي الفل. فخلونا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالماتريسيز للتو بورت نتورك. أول حاجة، أول شابتر يعني يعتبر في المنهج وهو مقدمة للي بعد كده إن شاء الله. أنا ما ذكرتش غير أول محاضرة اللي هي إيه يا باشمهندس؟ اللي هي الماتريسيز. ايوه هي دي، اما التانية دي معرفهاش، والشيت برضو معرفهاش، بس عادي طالما سهل ممكن تمام، اجيب معاك. هو جزئية نوعا ما ملهاش علاقة بالمنهج يعني، أو هي مش مقدمة للي احنا هناخده بعد كده. يعني هو أول شوية دول إن احنا ناخد الماتريسيز بتخدم على اللي احنا بناخده بعد كده في حل المسائل يعني، وفي في الديفايسز يعني اللي احنا هناخدها بعد كده، سواء كانت 3 بورت ديفايسز أو 4 بورت ديفايسز. ولكن الجزئية بتاعت الستريب لاين مش مهمة بالنسبة لنا، يعني لو احنا بنتكلم في الحبة اللي قبل الميد تيرم ده يعني أكنها جملة اعتراضية كده في النص اللي هو الشيت التاني، فهو مش مهم بالنسبة لنا. خلونا الأول نبدأ بالماتريسيز، وبعد كده في الآخر إن شاء الله لو في وقت نخلينا نتكلم عن الفورمولا شيت وإزاي بنمشي فيها يعني. بس هي بتبقى كونديشن، والكونديشن دي لو اتحققت معاكي بتعوضي في قانون، لو ما اتحققتش بتعوضي في القانون التاني، أو لو اتحقق كونديشن تانية يعني بتعوضي في القانون التاني. فهو شيت سهل جدا يعني، إحنا كده كده بنخش بالأربع صفح بتوع الفورمولا شيت يعني. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. matrices of two port network. الماتريسيز المهمة اللي عندنا في المنهج اللي هي موجودة في أول شابتر يعني هي الزد بارامترز والواي بارامترز والاس بارامترز والاي بي سي دي. بالنسبه للواي والزد هم مش مهمين قوي يعني، مش هنستخدمهم بعد كده، ولكن الاس هي اللي احنا هنستخدمها كتير، ونوعا ما برضو الاي بي سي دي برضو هنستخدمها، ولكن هي اكتر حاجه هنستخدمها فيهم هي الاس بارامترز. فخلونا نبدا بيه كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحده هي الزد بارامترز. عشان بس نبقى فاهمين المحاضرة إن شاء الله النهاردة هتمشي إزاي، على جنب كده إحنا أول حاجة هنشرح الماتريسيز بتاعة الفور بورت بتاعة التو بورت نتوركس اللي هي الزد والواي والإس والأي بي سي دي، وبعد كده ممكن نراجع شويه على القوانين بتاعت الترانسميشن لاين لان احنا هنحتاجها قدام يعني في المسائل بتاعت الشيت، سواء شيت 3 بقى او شيت 4. تمام، فاحنا هنحتاج القوانين بتاعت الترانسميشن لاين، نحتاج بعض القوانين اللي احنا خدناها قبل كده يعني السنه اللي فاتت في المجالات، فهنراجع عليها. وبعد كده هنتكلم على الباسيف ديفايسز عموما، هنتكلم على شوية properties للباسيف ديفايسز اللي هو ال 1 بورت ديفايس وال 2 بورت ديفايس وال 3 وال 4 وهكذا. هنتكلم على properties بتاعت أي باسيف ديفايس يعني. بس يعني ربنا يقدرنا بس ونخلص الحاجات دي النهارده ونقدر نحل شوية في الشيت الأول. فخلونا نبدأ الأول بالزد
بارامترز، علشان نفهم او علشان نربط يعني ما بين الزد بارامترز وما بين حاجه احنا خدناها قبل كده. احنا خدنا قبل كده قانون اوم. قانون اوم كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الفي بتساوي الار في الاي. فالار ديت هي مش مجرد ريزيستيف بس، لا ده هي ممكن تبقى حاجه اسمها زد، يعني فيها ايه؟ يعني فيها مقاومه ومكثف وملف. فالزد دي بتسميها ايه؟ حد عارف؟ امبيدنس. امبيدنس، تمام. فاذا الماتريكس اللي احنا هنستنتجها دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها الامبيدنس ماتريكس. طيب الامبيدنس ماتريكس بكل بساطه بالقانون اللي احنا قلناه دلوقتي هي هتبقى الفي ماتريكس بتساوي الامبيدنس ماتريكس مضروبه في الكرنت ماتريكس. طيب بما ان احنا بنتكلم على تو بورت ديفايس، يعني جهاز بالشكل ده بورت وبورت، فاحنا بيبقى عندنا لكل بورت ده كده مثلا بيبقى بورت 1 وده كده بيبقى بورت 2. كل بورت بيبقى ليه في واي. فلما نيجي نمسك المعادله دي كده هتبقى بالشكل ده، في 1 في 2 وفي 2 بيساوي اي 1 واي 2. طيب الديفايس بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه تو بورت ديفايس. تو بورت ديفايس يعني ايه؟ تو بورت ديفايس يعني ديفايس الماتريكس بتاعته بتبقى 2 في 2. طب لو هو كان 1 بورت ديفايس يعني هيبقى ديفايس الماتريكس بتاعته 1 في 1، يعني عباره عن اليمنت واحد. لو كان 3 بورت ديفايس هيبقى 3 في 3، لو كان 4 بورت ديفايس هيبقى 4 في 4. فبما ان الماتريكس 2 في 2 فاحنا هيبقى عندنا الزد 1 1 والزد 1 2 والزد 2 1 والزد 2 2. طيب معلش بس استاذنكم دقيقه. طيب نكمل كلامنا. دي كده الامبيدنس ماتريكس اللي احنا عايزين نستنتجها. هنستنتج كل اليمنت من الاليمنتس دول على حسب شكل التو بورت ديفايس بتاعنا. فاذا دي طبعا مصفوفه كام؟ 2 في 2. ليه؟ لان هو تو بورت ديفايس. ودي كده مصفوفه 2 في 1، الناتج بتاعنا هيبقى مصفوفه كام؟ 2 في 1. جميل جدا. من الكلام اللي احنا قلناه ده هنستنتج معادلتين للطرف ده كده اللي هو الفي 1 والفي 2. هيبقى الفي 1 بتساوي كام؟ حد يقول بقى؟ زد واحد واحد في اي واحد وزد واحد اتنين اي واحد زائد بقى اتنين بقى اي اتنين اي اتنين سوري. تمام، يبقى الفي واحد ده هو العنصر اللي في الصف الاول، فهو هيساوي الصف كده في العمود كده، حاصل ضرب العناصر بتاعه الصف في العناصر بتاعه العمود. فهناخد الزد واحد واحد نضربها في اي واحد زائد زد واحد اتنين في اي اتنين، يبقى الفي واحد واحد هتساوي زد واحد واحد في اي واحد زائد زد واحد اتنين في اي اتنين. طيب بالنسبة للفي اتنين بقى هتساوي كام؟ حد يقول؟ الفي اتنين هيبقى زد اتنين واحد في اي واحد زائد زد اتنين اتنين في اي اتنين. جميل، يبقى الفي اتنين بتساوي زد اتنين اتنين في اي واحد زائد
زد 2 2 في اي 2. سؤال، احنا علشان نجيب الماتريكس بتاعت الامبيدنس دي احنا المفروض نطلع ايه؟ المفروض البارامترز اللي احنا محتاجينها اللي هي مين؟ اللي هي بقى محتاج الاي 1 والاي 2 لا، عشان البارامترز بتاعت الامبيدنس ماتريكس. زد 1 وزد اللي هي تمام زدات كلها. بالظبط، هم الاربعه دول. يبقى احنا محتاجين الزد 1 1 وزد 1 2 وزد 2 1 وزد 2 2 علشان نطلع الزد. تمام. دلوقتي المعادله دي كده، خلينا في المعادله الاولانيه. احنا المعادلتين دول احنا استنتجنا الاول التو ايكويشنز من شكل المصفوفات دول. تمام، بعد كده هنستنتج من التو ايكويشنز دول معادله لكل زد، زد 1 1 وزد 1 2 وزد 2 2 وزد 2 1. طبعا دي زد 2 1. اتنين واحد. طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب الزد واحد واحد، عايزين نجيب معادلة للزد واحد واحد. الطرف ده لازم يكون بيساوي زيرو. امتى هيكون الطرف ده بيساوي زيرو؟ لو الاي واحد بتساوي زيرو. ليه ما قلناش لو الزد واحد اتنين بتساوي زيرو؟ لان زد واحد اتنين ليها قيمة وانا عايز اجيبها. فامتى الطرف ده هيساوي زيرو؟ لو الاي واحد بيساوي زيرو. فهيطلع ان الزد واحد واحد بتساوي ال في 1 على ال i 1 لما ال i 2 بتساوي 0، و ال z 1 2 بتساوي ايه؟ حد يقول ال z 1 ال z 2 1. خلي بقى ال i 2 بيساوي 0 فيبقى في 2 على i 1. جميل، في 2 على i 1 لما ال i، لما بقى ال i 2 equal 0. جميل. طيب الزد 2 2 في 2 على اي 2 لما اي 1 ايكوال 0. تمام، فاذا القوانين كقوانين سهله جدا، مش محتاجه بقى فورمولا شيت ولا اي حاجه من الحاجات دي، وسهل استنتاجها. يعني مثلا انت سهل ان انت تكتب الثلاثه ماتريسيس جنب بعض وتستنتج المعادلات دي. طيب مبدئيا خلينا نقول ان زد 1 1 عبارة عن فولت على كارنت، يعني الـ 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 الوحدة بتاعتها ايه؟ اوم. جميل، والكارنت على الزد واحد اتنين بتساوي ايه؟ بتساوي فولت على كارنت، الوحدة بتاعتها ايه؟ والزد اتنين واحد فولت على كارنت، والزد اتنين اتنين فهي عبارة عن مصفوفة أومز. فاهمين هي أصلا زد، هي طبيعي إن هي كلها تطلع بالأوم. لما هنيجي ناخد بعد كده الإس ماتريكس هتبقى في حاجات فولت على كارنت وفي حاجات كارنت على فولت. تمام، فيبقى في حاجات بالأوم وحاجات بالإيه، كارنت على الفولت. السيمز بقى اللي هي المقلوب السيمز. جميل، مقلوب المقاومة. طيب الزد واحد واحد ديت معناها ان التيرمينال او البورت 2 ده اوبن سيركت. تمام، يعني زد واحد واحد دي معناها ان احنا بنحط عند التيرمينال او بورت 2 اوبن سيركت. الزد واحد اتنين معناها هي الترانسفير فانكشن لما البورت واحد هو اللي يبقى اوبن سيركت. طيب الزد اتنين واحد ده معناها ترانسفير فانكشن لما البورت ايه يبقى اوبن سيركت؟ بورت 2. طيب يعني ايه، يعني ايه بورت؟ يعني الاوتبوت بورت، اول رقم ده بيمثل لنا الاوتبوت وتاني رقم ده بيمثل لنا الانبوت. فاحنا بنقول زد 2 1 يعني الانبوت داخل على مين؟ الانبوت بتاع النتورك بتاعتي داخل على بورت 1 والاوتبوت خارج على بورت 2. تمام، فالزد 2 1 هي ترانسفير فانكشن لما بورت 2 يبقى اوبن سيركت. طب يعني بورت 2 اوبن سيركت، عشان كده احنا قلنا ان الاي 2 بيساوي 0. تمام، وهنشوف الكلام ده دلوقتي في حل المسائل. وزد 2 2 حد يقول لي بقى ايه هي زد 2 2؟ هي الانبوت امبيدنس عند بورت كام؟ عند بورت 2 لما بورت 1 يبقى ايه؟ اوبن سيركت. جميل جدا. طيب ده كده
كان باختصار الزد بارامترز والقوانين بتاعتها. تعالوا بقى ناخد مثال علشان نفهم الدنيا هتمشي ازاي. دلوقتي هو بيقول لك ده كده زد A وده كده زد B، ده كده البورت واحد وده كده بورت اتنين، في هنا زد C. يبقى انا عندي كده تو تيرمينالز اللي هم واحد واتنين وفي بينهم الشكل ده شكل الستار. طيب نحط بلس وماينس، ده كده في واحد وده كده ايه؟ ده كده في اتنين. الاي واحد بتمشي في اي اتجاه؟ الاي واحد بتمشي في الاتجاه ده كده، والاي اتنين بتمشي في الاتجاه ده كده العكس. تمام؟ ليه؟ انا لو دخلت الانبوت من واحد اي واحد هتمشي كده، ولو دخلت الانبوت من اتنين اي اتنين هتمشي كده. فدلوقتي احنا هنحط المعادلات بتاعتنا ونستنتج بقى القيم بتاعت زد واحد واحد وزد اتنين اتنين وزد واحد اتنين وزد اتنين واحد للرسمه بتاعتنا دي. خلونا الاول نبدا كده بايه؟ بزد واحد واحد. من الكلام اللي احنا قلناه فوق الزد واحد واحد بتساوي كام؟ بتساوي في واحد على اي واحد لما الاي اتنين بتساوي زيرو. فزد واحد واحد هنكتب كده في واحد على اي واحد لما الاي اتنين بيساوي زيرو. معنى ان اي اتنين بيساوي زيرو يعني اكن الكلام ده كده ايه؟ اوبن سيركت. تمام؟ فاحنا عايزين نحسب في واحد على اي واحد. الفي واحد عباره عن ايه يا جماعه؟ في الشكل اللي قدامنا ده كده سيركت عاديه خالص. الفي واحد بيساوي كام؟ هيبقى الاي بقى في الزد اي زائد الزد سي جميل، اللي هو الاي واحد. الفي بتساوي مقاومه تيار في مقاومه، فيبقى اي واحد في زد اي زائد ايه زائد زد سي على ايه؟ على اي واحد. على اي واحد. الاي واحد هتروح مع الاي واحد هيتفضل لنا ايه؟ زد اي زائد زد سي. يبقى دي كده قيمه مين؟ قيمة الزد واحد واحد اللي هو أول بارامتر في الزد بارامترز بتوعنا. بعد كده عندنا الزد واحد اتنين بتساوي الفي واحد على الأي اتنين لما الأي كام بزيرو؟ الأي واحد. هتساوي كام؟ خلونا بقى نقول المرة دي إن الأي واحد هي اللي بزيرو. فأصبح كده عندنا دي كده زي ما هي اللي هي الزد بي، والاي واحد هنا هو اللي بزيرو، فده كده هيعتبر اوبن سيركت. تمام؟ احنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب في واحد على اي اتنين. في واحد في الشكل ده بيساوي كام؟ ده كده اي اتنين بيمشي كده، يبقى الفي واحد بيساوي كام؟ هيبقى الاي اتنين في الزد سي. جميل جدا، يبقى الفي واحد بيساوي اي اتنين في زد سي على اي 2. الاي 2 هتروح مع الاي 2 يبقى الزد 1 2 بيساوي الزد سي. ده كده تاني بارامتر. بعد كده ثواني بس، هو حضرتك جبت كده الفي 1 كانك حاطط افو يعني وبتقيس من عند المقاومه اللي هو شايفها بس في 1؟ ايوه سيركت. تمام ماشي. تمام سيركت عاديه خالص. ماشي؟ ماشي. هنرجع المساله زي ما هي تاني. دي كده الزد ايه؟ وبعد كده هنجيب الزد 2 1. الزد 2 1 بتساوي كام؟ بتساوي الفي 2 على الاي 1 لما الاي الثاني هو اللي بزيرو. هيساوي كام بقى؟ في 2 دلوقتي الاي 2 بزيرو. الاي 2 بزيرو معناها ايه؟ العكس بقى، معناها ان الجزئيه ديت هي اللي ايه؟ هي اللي اوبن سيركت. فالفي 2 اللي هي هتتحط هنا بقى هتبقى عباره عن ايه؟ ده كده الاي 1. الفي 2 هتبقى عباره عن ايه؟ زد سي في الاي واحد. جميل، يبقى الفي 2 بيساوي اي واحد في زد سي على اي واحد. الاي واحد هتروح مع الاي واحد هيفضل لنا بكل بساطه الزد سي. بعد كده اخر حاجه عندنا في المصفوفه الزد 2 2 بيساوي في 2 على اي 2 لما الاي واحد بتساوي زيرو.
نفسها هي هيها زي ما عملنا في الزد واحد واحد. احنا كنا حاطين الاي 2 بزيرو، هنا هنحط الاي 1 بزيرو، فالاي 1 بزيرو هتبقى دي كده ايه؟ اوبن سيركت. انا بقى معتبرين المساله اكن الجزء ده كده مش موجود، الجزء اللي على الشمال ده كانه مش موجود، ده مساله سيركت عاديه خالص فولتج ديفايدر. فالفولت اللي هو الفي 2 بيساوي كام في كام؟ اي 2 في اي 2 في كام؟ زد سي على زد سي زائد زد بي. اي لا الفي 2 بتساوي اي 2 في زد بي زائد زد سي، تمام؟ واصلا هو المقام عندنا هنا اي 2، فالاي 2 هتروح مع الاي 2 زي ما عملنا في الزد 1 1 بالظبط، هنعمل في الزد 2 2. احنا كنا في الزد 1 1 بناخد دي كده اوبن سيركت اللي هي الاي 2 لان الاي 2 بزيرو، وكانت الفي 1 بتساوي اي 1 في زد اي زائد زد سي على اي 1، الاي 1 بتروح مع الاي 1 اتفضلنا زد اي زائد زد سي. العكس هيحصل الناحيه الثانيه، المره دي بقى هو الاي 1 هو اللي بزيرو، فالطرف ده كده اكنه مش موجود، تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ ماشي تمام. تمام، يبقى الفي 2 بتساوي كام؟ هتبقى بقى الاي 2 في زد سي زائد زد بي. زي الفل، اي 2 في زد سي زائد زد بي على المقام بتاعنا هنا كام؟ اي 2. هتروح مع الاي 2 هيتفضل لنا زد بي زائد زد سي. طيب من الاربع حاجات اللي احنا استنتجناهم دول، الزد هيطلع زد اي زائد زد سي زد سي زد سي زد بي زائد زد سي. حد عنده اي مشاكل في الزد برامترز؟ تمام. طيب احنا دلوقتي الميتنج قدام 5 دقايق، فاحنا هنقفل وهفتح لينك جديد وابعته لباشمهندس ايه.